الطقس تحديدا في جنوب سيناء، مطر غزير حصل في جنوب سيناء. انا من الناس بتاعت انه المطر خير، بس سلام سلم لما نعرف نتعامل معاه ونحسن استخدامه. حصل اغلاق بالمناسبه لطريق دهب شرم الشيخ، وتم اعلان حاله الطوارئ في المحافظه. احنا معانا على التليفون مهندسه حنان عمر، رئيس قطاع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحه؟ طمنينا بقى، هتعملوا ايه مع الطقس الشديد ده والمطر الشديد قوي ده؟ هو يعني الحمد لله، هي احنا بدانا يعني من فجر اليوم كان فيه نوه جديده على كل المدن بتاعه المحافظه جنوب سيناء. كل المدن تقريبا اتعرضت لمطره، كان اشدهم كانت مدينه دهب ومدينه ابو زنيمه، انما كل المدن كانت كميات المياه متوسطه. وبعض طبعا هي القضيه كلها مش في المدن الداخليه، لا، الفكره ان المياه دي لما بتتجمع عند المناطق العاليه في الجبال بتبدا تتجمع وتنزل على هيئه سيول. يعني عندنا كان في سيلين موجودين، واحد في مدينه ابورديس والتاني ما بين دهب وشرم الشيخ. طبعا احنا في انتظار برضو ان طبعا الارصاد مبلغانا ان في تجمعات تانية هتنزل مع الليل، حتى في بعض المدن بتستعد لها زي مدينه ابو زنيمه، وطبعا احنا بندعي ربنا انها تعدي على خير ان شاء الله. هي هتعدي ان شاء الله على خير. طب بس انا عايز افهم، احنا لما بيحصل هذه المياه بتنزل بغزاره كانت او بتنزل بكميات متوسطه وبعد كده تتجمع مثلا في المناطق العاليه او المرتفعه وتبدا تنزل في شكل سيول، احنا بنبقى جاهزين بمناطق لتجميع المياه دي؟ يعني انا دايما بتبقى خشيتي في ايه يا فندم؟ انه المياه دي تتهدر، يعني ده خير نازل من السماء، فانا عايز أشوف هستخدمه إزاي؟ بنزله في مخرات السيل وبعدين بيحصل إيه بقى؟ هي طبيعي إن كان الأول أنت بتسيبها تاخد اتجاهها الطبيعي الاتجاه المنخفض اللي بتنزل على البحر. خسارة. إنما طبعًا بقى لنا سنين الدولة ممثلة في وزارة الموارد بتعمل سدود وعاملة مشاريع ضخمة في جنوب سيناء عشان تقدر فيها، طبعا فيه كذا مشروع منها تهدئه ومنها تخزين، طبعا تخزين او تهدئه للميه دي بحيث ان ايه يمكن الاستفاده منها. حلو. حتى يعني في الفتره خلال الاسبوع ده كان فيه يعني اجتماعات خاصه بان احنا ازاي نحافظ في الهيئه الهندسيه ان احنا نحافظ على كل نقطه ميه في سيناء، سواء ميه السيول او الميه الصرف الصحي المعالجة في المشاريع. طبعا سيادة الرئيس افتتحها وان شاء الله سينا داخله في الاجراءات دي كامله يعني باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا يا باشمهندسه، كل الشكر المهندسه حنان عمر، رئيس قطاع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.